يا اهلا وسهلا، اليوم رايحين الهرديز بنجرب الفريسكو. المفروض انها وجبه قديمه ورجعوها من جديد، بس بالنسبه لي كل الحالتين هي تعتبر جديده لاني ما قد جربتها. خلونا نروح الهرديز ونجرب من عندهم وجبه الفريسكو هذه. وش ممكن تعطيني الفريسكو؟ واحد فريسكو ان كولا دايت صغير بس. وصل الطلب، خلونا نلبق ونشوف وش قصه الفريسكو ذا. بسم الله، هذا هو الفريسكو حقنا. بسم الله، تشوفون هذه هي الفريسكو، شريحتين توست محمصة، طماط، مايونيز، جبنة، نفس الشيء تحت. فهذه الفريسكو بكل بساطة يعني ما فيها شيء مميز جدا. لأن اللعب علي صراحة، والله اللعب علي يعني أنا من حقين السوشيال ميديا واللعب علي في السوشيال ميديا. كان فيه خردل ظاهر بدري، جبن وشيء أصفر، وكان فيه كاتشاب، كان فيه حركات، أشياء مغرية ما أدري وين راحت، غير موجودة بتاتا. مايونيز و يعني مايونيز وجبنتين بشريحة دجاج وتوستايات محمصة، يعني هو حلوة بسيطة بس انه يعني انا جاي متوقع شيء ثاني. خلنا نجرب. بسم الله، والله لعب علي. تشوفون هذه، ها حط عليها كاتشب، صراحة بسيطة وحلوة. يعني اوكي ما فيها شيء كثير، هي الدجاجة نفسها مرة حلوة، تذوب فمك، والخبز جميلة، تحميصتها حلوة، الظاهر ان معها زبدة تحميصة، وبسيطة جدا يعني ما فيها اي يعني شيء كذا مرة معقد، بسيطة ولذيذة. عزيزي المشاهد، زي ما انت عارف انا انسان مسوي دايت، فوجبتي الوحيدة اللي في الاسبوع اللي اكلها، خلل فني انقطع الفيديو هنا، هل تسوى انك تاكلها كيوم مفتوح؟ بالنسبه لي لا، ولكن اذا ماني على دايت واتغدى عليها او باكل شيء خفيف رهيبه مره. هذه خلاصه التجربه.